السفينة دي واحدة من أكتر الأماكن المرعبة في العالم، محدش دخلها إلا وخرج منها مذعور ومرعوب. وده ليه؟ هقولك ليه وهقولك بيشوفوا ويسمعوا إيه، بس لازم الأول تعرف تاريخ السفينة. سفينة كوين ماري، السفينة اتبنت سنة 1936، وبسبب ضخامتها وسرعتها أطلقوا عليها اسم الشبح الرمادي. استخدموها كسفينة ركاب لحد ما قامت الحرب العالمية التانية، استغلوا سرعتها وضخامتها واستخدموها في نقل الجنود والأسرى. بعد ما السفينة قضت خدمتها في الحرب على أكمل وجه، فضلت السفينة قوية فرجعوها تاني لنقل الركاب لحد ما توقفت عن الخدمة تماما سنة 1966، ورست على ميناء لونج بيتش بكاليفورنيا، ولسه لحد النهاردة واقفة في مكانها وعلى نفس حالتها اللي كانت عليها من 90 سنة. نفس الممرات، نفس الإضاءة الصفراء القديمة، نفس الأوض ومكوناتها، حتى المطبخ كل حاجة فيه لسه مكانها. ممكن تقول عادي السفينة واشتغلت ووقف، ايه الغريب في كده؟ مش هكلمك عن أسرى الحرب اللي أرواحهم زهقت وتم تعذيبهم على السفينة، ولكن هكلمك عن الحوادث الغريبة والمرعبة اللي حصلت على مدار 30 سنة اللي اشتغلتهم السفينة، واللي فضل صداها بيتردد في أرجاء السفينة لحد دلوقت. الحادثة الأولى، ودي حصلت في غرفة المحركات بالتحديد عند البوابة رقم 13. وقتها كان في تدريب لطاقم العمل على الإخلاء وقت الحرائق. شاب مراهق اسمه جون اتحدى أصحابه إنه هيعدي من الباب الأوتوماتيك قبل ما يقفل ب5 ثواني. جري الشاب المتهور ونط من تحت الباب، نجح يعدي بنص جسمه ولسه هيعدي النص التاني الباب دق عليه واتزعق. فضل يصرخ وبيستنجد عشان حد يلحقه، لكن محدش قدر يوقف الباب اللي كمل وقفل خالص على اخره، وفلق جسم جون نصين وسط صراخ اصحاب. الحادثة التانية حصلت في حوض السباحة اللي موجود في الدرجة التانية. وقتها لقوا طفلة صغيرة اسمها جاكي غرقانة في حمام السباحة، طلعوا جثتها واتصدموا لما لقوا عبير وشها كلها خوف ورعب، وكأنها شافت حاجة مرعبة قبل ما تغرق. الحادثة التالتة حصلت في أوضة من أوض الطابق بي، واللي كان مقيم فيها راجل مع أسرته، مراته وابنه وبنته. طول الرحلة الراجل كان بيشتكي لمراته إنه بيسمع صوت بيوسوس له وبيقوله يعمل حاجات غريبة. مراته حكت لأختها واتفقوا معاه يروحوا لدكتور نفساني أول ما ينزلوا من السفينة. بعدها بكام يوم لقوا الأسرة كلها مقتولة في الأوضة. الراجل خنق مراته وابنه، بعدها ضرب بنته اللي كانت مستخبية في الحمام بالنار وانتحر. الحادثة الرابعة واللي بتثبت إن فعلا في حاجة غلط في السفينة بتخلي الناس تقتل بعضها على أتفه الأسباب، الحادثة حصلت في مطبخ السفينة في فترة الحرب. خناقة كبيرة قامت بين طباخ من الطباخين وجندي. بعد ما خلصت الخناقة الجنود هجموا على الطباخ وقطعوه بالسكاكين. الناس بقى اللي بيزوروا السفينة وبيخرجوا مذعورين بيخرجوا مذعورين لأنهم بيعدوا على البوابة رقم 13، وهناك بيحسوا بحاجة بتمسكهم وبيسمعوا صوت صراخ شخص بيستغيث وبيتألم، صوت جون الشاب اللي قفلت عليه البوابة. أما حوض السباحة فبيسمعوا هناك ضحكات لطفل وأوقات صوت حد بيجري. ناس كتير بيقولوا إنهم بيشوفوا آثار أقدام صغيرة جنب الحوض. أما الطابق بيه فهناك بيتسمع صوت بكاء طفلة، وناس كتير بيقولوا إنهم شافوا طفلة بتجري في الممر بعدها بتختفي، وبيأكدوا إنها نفس الطفلة اللي قتلها أبوها في الأوضة، هي وأمها وأخوها. عدد كبير من الناس اللي دخلوا الأوضة دي ماتوا بعدها بشهور قليلة، عشان كده أطلقوا عليها اسم الغرفة الملعونة، وممنوع حاليا أي حد يدخلها. من الأشباح المشهورة شبح ست لابسة فستان أبيض قديم واللي بترقص كل ليلة في زاوية الصالون. محدش يعرف مين الست دي ولا ماتت إزاي، فسموها ذات الرداء الأبيض. اخ نسيت اقولك على اخطر مكان في السفينة، الغرفة B340، ودي اتقتل فيها موظف من موظفين السفينة طريقة وحشية، وبسبب الاصوات الغريبة اللي بيسمعوها جاية منها زي اصوات الخناق الصراخ والاساس اللي بيتحرك لوحده، قرروا يفضوها تماما ويقفلوها نهائي. حتى عمال النظافة ما دخلوش ينظفوها من 25 سنة. فهل عندك الجرأة تقضي ليلة واحدة في سفينة كوين ماري المسكونة؟